وهي قضية الأحمدية. عندما كثرت الأفكار وكثر الكلام وكثر الأخذ والرد، جاءت جهينة بالخبر الصحيح والموقع الإلكتروني الذي يسير هذا التنظيم في الجزائر، موقعه في إسرائيل المزعومة. من الذي كان ينتظر أن يكون هذا التنظيم الذي يتكلم بالقرآن ويتكلم بالسنة ويظهر بمظاهر الإسلام المعتدل أن يكون الذي يسيره شخص يقول عنه رئيس الكيان الصهيوني إنه يمثل الإسلام الصحيح؟ مجلس الإسلام الأعلى هو هيئة دستورية عند فخامة رئيس الجمهورية، وهو يطلع بالفتوى لمؤسسات الدولة والبنوك من مؤسسات الدولة، وبالتالي فهو يقوم بدوره الجيد. أرجو فقط أن مجمع الفقه الإسلامي الذي أنشأناه في شهر ديسمبر قانونا، وأننا سوف نجمع جمعيته العامة في هذا الشهر إن شاء الله تعالى، أن يكون خزانا للبحث الفقهي والاجتهاد، يمد المجلس الإسلامي الأعلى بالبحوث التي يحتاج إليها.